بريز بعد توقف براتيكمون تاع شهر. كنا نأملوا سورتو البريز هذيا نعملوا فيها فيكتوار سورتو ماتش دوميسيل. الشوط الاولاني الاولاد عملوا كل شيء سورتو في الدخله في مشينا على الجناب خلقنا دي سيتياسيون قرا كنا اوميريت في المومون فور نتاعنا باش نسجلوا هدف ولوزمون هذا ما صارش. كيف كيف في الشوط الثاني كان فما فترات الملعب التونسي فما فترات اللي نحنا اللي ما نجحناش فيه سي ليفيكاسيتي في الترون دانيير متر سواء في الباس الاخرانيه ولا في لي ديسيزيون بريز ولا في جيست تكنيك خلى اللي كونوا ما نجموش ناخذوا مسبقيه في ماتش نيو. صاروا ديزاكسيلاسيون سورتو في الكولوار اليمين نتاعنا احنا غايث طلع عطا وصل زوير حتى زوز ولا ثلاثة كور في الاسباس في تايمين جات كورة اون روتري الادم ينجم يسجلها اي سورتو جبنا بليزيور بالاراتي اللي كانت ينجموا يكونوا حل في مقابلة كيما هذي. نوافقك سيكو اللي كانوا سواء اللي بداو في الليني داتاك ولا اللي هبطوا كانوا مطالبين باش يجيبوا اكثر خطر سورتو في لي سيتياسيون تاع ان كونتر ان سورتو في الجو سور لو كوتي ولا حتى في الجو كولكتيف هذا كل صدق ما نجحناش فيه في الترون دنيير متر.